انا ده لك جرايس. ليه هو كمان هو الاتنين ده انت المصدر المعروف بتتعامل، ده مثلا. انا انت دايما وابدا تتعامل مع المؤسسات. الزور اللي كان جاب طريقه رسميه بتاع الزور بتاع المؤسسه مجرم، ممكن بيقبل منك انك انت تسامحه وتعافيه، وبعدك بيقوم بيجري من البلد بيشيل شنطته وفوت. لكن لا يمكن انت تتعامل مع زول مليشي وانما بالمثلي. يعني شوف حميدتي والناس اللي معاه، زي ما ضربوا الناس، لو ما ضربهم زي ضربوا الناس والله ما تنحل المشكله على الاطلاق. فقس على ذلك. هو صعب دي نظرة انت يا استاذ احمد، لكن انا تعالى اديك حمايتي ده اليوم، تعالى انظر حمايتي، حمايتي فات البرنامج الدولي، اقصد من حيث انه دولة السودان بقى في برنامج اقليمي، الاقليم ذاته بقى في برنامج دولي، بقى علاقات بعمل علاقات مع روسيا، زول حتى صدق له مطار في زرق له، يعني زول بقى عايز يخرج دفعه في الطيران يخرج، يعني انت ده معناه انك انت نفس ضلام في السودان بكره مستني اسرائيل يعيشوا، انت كيف زول تتواجد؟ انا بشوف انه يعني والله الشعب السوداني لانه اصلا ذكي يفوت الفرصه على حاجه زي كده. الناس دي العاديين اللي يسكرين له يساومون ببرنامج بتاع عفو يا اخي اخطونا مثلا، قال لي الدوله دي لحس الدوله دوله بتاع حقوق، يجي الناس اللي اتضرروا من الحرب او ملم مفوضيه بتاع السلام يقعدوا مع الناس اللي اتضرروا مع الحرب. جيب لي نموذج، جيب لي نموذج واحد من العالم ده حصل عفو عام، نموذج شخص. ليس بالضروره يمكن لا لا نبتدي لا حبيبنا يا اخوي سلام عليك. الترزي ده ما لحظه، ما اول ترزي يخيط كده بس من مخه، والا كان بيكون في سلف ولا ما كده؟ اول من خاط في الدنيا ادريس، بعد ذاك الخياطه بقت تتطور صح؟ نعم. موضوع كان الناس زمان ساكنين في الشمس بس وظل الشجر بيجوا يعملوا حبيبنا، ما في حاجه بدون سلف، ما تجيب لي حاجه من مخك. لا انا شخصيه، لا دقيقه لحظه، انا ما بساوي، انت داير تساوي؟ لا 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 يمكن، لا 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 ما بسوي، لا 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 لا. تسلم، شكرا لك، اشكرك اشكرك، ما بخليك نهاية نهاية في غاية، ما بخليك تقول لي قال ان احنا نعمل افو ام افو ام لهمتي. امشي افتح لايف هناك، انت عارفين هناك افو. اول حاجة انا شخصيا ما معترف انه هيمتي سوداني، كيف اتنازل لدول اصلا ما سوداني والناس اللي معاه 80% ما سودانيين؟ تتكلم كيف؟ زول شعب ارضي وانتهك ارضي وطلع ميتين ابو اهلي، اجي اكتب اعمل معاه مساومه، انت خايف من الموت؟ عليك كيفك، برضه تموت كده كده، انت ميت، الله كده كده هياخدك. يعني احمد كسل كده كده يوم من الايام هياكلوا الدود ابا او رضا، يعني كده كده انا هتلفى بدموريه، يعني كده كده انا هنزل في الحفره، اخيرا احنا نموت شرفاء واعزاء. جيب لي نموذج واحد من دوله، ما ممكن. جيب نموذج واحد، كل الحاجات دي سلف، البيت ده اتطور بالسلف واحده واحده. زمان الناس بيعملوا زريبه بتاعت شو، بيقعدوا في ظل الشجر بيعملوا لها كده كده بيغطوها من المطر، شويه شويه عملوا الحجر، شويه شويه عملوا القطاط بتاع القش، شويه شويه عملوا الاوض، المطبخ شوف شكل المطبخ اتطور كيف. شوف كان الناس بيسووا الحجر، الحجر بيسووا شكل الترابيزه بيخطوا فيه العده، شويه شويه اتطور لمن عملوا الدواليب صح؟ الملابس كانوا بيعلقوها تعليق، شويه شويه اتطورت. اي شيء عندها سلف قبل كده، انت التطور ده بالسلف. جيب لي نموذج بتاع دوله واحده بس انه حصل فيها مشكله وفيها ملاعش وقتل مجرمين، امسك عليه مين؟ فرعون. امسك عليه هتلر، هتلر ده عفوه الله العظيم لما يناصر الا قتل نفسه. ما في زول ديكتاتوري في الكره الارض عمر البشير ده باخوه، اخوه كده لو مد جنجويت وجزء من العساكر انقلبوا فوقه مش كانوا كده بكون لا حس قاعد؟ يا اخوي اي زول قمع الناس من اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. شوف زول جسد شال سرق تلفونك، ممكن يجي يعترف باقرار قدام المحكمه ويقول يا اخي انا اسف وده تلفون الزول، لكن قلعوا منك بالقوه الا يقلعوا منه بالقوه لانه عنده قوه.
يا اخي والله الناس دي، انا يا جماعه انا والله داير اعمل لايف بكره بتاعت انه اي زول جدع خلني لايف بس 10 دقائق كده كويس، والله اقطع لي الحته دي. انا اتكلمت 60 مره في الكلام ده 60 مره. يا دقيقه اجي استقبل الزول ده. حبيبنا سلام عليك. انت قاعد تحضر لي لايفات طوالي ولا اول مره؟ وما انت تاجل لمنو يعني؟ انت بزول تتاجل في تليفونه واتصل من اسمه كيف يعني؟ انت حضرت لي لايفات ولا اول مره؟ 83 ده 3 ده ما صوت بتاع 83 يا دوب انت ولدوه كده. افتح الفيديو افتح الفيديو افتح الفيديو افتح الفيديو افتح الفيديو يا زول افتح الفيديو افتح الفيديو اباني يا ريل يا صاحبي افتح الفيديو. مالك حاسس انت لو كتبت الدعوه في الصفحه ده بتظهر وشك هنا في الصفحه ولا ما بتظهرها؟ بالظهر وشيلك. افتح الفيديو يا حسين، ما واتساب افتح الفيديو. فيديو ما البيت ما عندك فيديو؟ انا حاسس كده فتحت لك الفيديو. كيف ما عندك فيديو؟ احاول احس الفيديو شغال معي هنا. ما اظهر لك، ممكن ارجع لك تاني. بس ارجع لي بفيديو. انت بتلعب ليه ولا شنو؟ من 83 انت ثوري؟ 83 وقت ده قاعد بيلدوك انت. بتتكلم كيف؟ وين كده ما بيلدوك؟ 83 بتاع شنو يا زلمه؟ تلعب ليه برشلونة؟ الله يلاقيني. حبيبنا جيب لي نموذج واحد. انا لا يمكن لا يمكن زول يجي يقول لي قال الشعب السوداني يطلع ويصالح الناس دي، عرفت كلامي؟ يصالح الناس دي. مرحبتين يا مرحبا احمد كزر. أبابك السلام عليكم. وعليكم السلام. أبابك تفضل. تحية لك وتحية لجمهور الكرام. تسلم الله يفضل. انا داير اعلق الكلام بتاع الزول اللي قبل شوية يتكلم عن العفو وفو ما عفو. يقل شبكة قال انا اسوي. انا انت عارف كان داير اقول لي شنو؟ داير اقول لي يا اخي انا اتكلمت 60,000 مره، قلت يا اخي اي زول جنبك اطفال، انت قاعد ضيف في بيت زول، جنبك ضجيج، عندك زملاء كده مزعجين، فاتح تلفزيون، فاتح لايف، انا ما بستقبلك، لانه بتشوش اللايف عندي هنا، يعني بكون انت حتتكلم معي، انا حتكلم معك، اللايف ده بيجيني صدى راجع تاني في تلفوني. بكره الصباح لما الناس يشيروا الفيديو، الفيديو كله بيكون فيه لقط. فكلمت الناس دير بس اسالوا في الجزئيه دي، يا اخي انت بتشاهد لي من زمان ولا حسي؟ والله من زمان. طيب انت ماسي فيديو وانا قاعد اقول يا اخي اي زول، وذاته خليك من تسمع مني انا، ما ظريفه ذاته كونك انت في لايف ولا في تلفزيون شغال وانت بتتكلم وتتكلم في لايف مع ناس. عموما احنا ما بنقدم تنازل على الاطلاق للجنجويد نهائي، لانه جدودنا كده. يعني النضالات بتاعت جدودنا الزمان لو كان اصلا هم ناس رخاص كانوا قدموا تنازل للفرنسيين، وقد ده كان كل الشعب السوداني بيتكلم فرنسي، لكن قدموا الخالي والنفيس، قدموا روحهم روحهم رخيصة جدا. فيزوا بخاف، انت خايف في النهاية كده كده انت ميت، يعني يوم من الايام الدود يطلع ميتين ابو اهلك في القبر. ما تعشم ما تفرح بالدنيا، ما تفرح بها، الدنيا لحظات تعيش اللحظة انت وتديها لغيرك، زي الكرة، مش اللعيبة بدوا الكرة باصات باص بس
تستلم الكوره انت وتديها باص لولدك، ولدك يديها باص لولده، ولد ولده كده. الكوره الدنيا دي باصات، اي زول ياكل اللحظه وتدي باص له. الزول اللي بيخمخم القروش، انا بستغرب في جزء من السياسيين بيجي بيخم لك مليارات وعمره كم 60 سنه وكم 70 سنه وهم والموت اولاد خالات ولسه بيخمخم وبيعصر، شفت بيردوا له كده وبيجوي على الناس. اتخيل ده الزول اللي قال انا رب الفور، ده الزول اللي قتل الناس، ده الزول اللي انتهك اعراض الناس. الليله بجا بيجي رئيس البلد برهان واحد ومعاه والناس اللي معاه، على فكره ما برهان كشخص، الناس المنظومه اللي معاه. الليله الناس جوعوا، الناس اتفقوا مع التريك انه يقفل المينا ويجوع كم؟ 40 مليون سوداني يكونوا جعانين ومشلحتين وميتين ابو عالم طالع. يتخيل دي للناس اللي قاموا الكب الدقيق بعر بقر، دي للناس اللي كشفوا البحر السكر في البحر، وده كشفه صادق المهدي، قال السمك ولا الشعب السوداني، كل الاحزاب مشاركين في الجرائم كله بدون اي استثناء. والسجن الاعتقال